مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حتى على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين في مهرجان شتاكي عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالوا نعمل ونشوف المنيو بتاعنا النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل شوكليت براونيز وهنعمل شوكليت بارادايس وهنعمل شوكليت فادج، ثلاث انواع تقدر تعمليهم في الصاجات بتاعتنا ونبدا نعمل. قبل ما نبدا ونعمل اي حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نظبط فرن بتاعي على درجه حراره 180 واجهز الصاجات اللي انا هعمل فيها الفادج قدامك اهي. تجيب الصاجات بتاعتي بتاع الفرن وادهنها ماده دهنيه وابطنها ورق زبده قدامك اهو بالشكل ده. اول حاجه ظبطت الفرن على درجه حراره 180 وجبت الصاجات بتاعت الفرن بتاعتي زي ما انت شايفاها، ادهنيها مادة دهنية بالشكل ده كده اهو قدامك من كل حتة فيها، وبعد كده الزقي ورقة الزبدة عليها وثبتيها كده تمام. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل اول حاجة شغل براونيز. البراونيز له طريقتين، طريقة على البارد وطريقة على السخن. هنعمل على السخن. جبت انا حلة وحطيت فيها مية وحطيت وعاء داخلها، يبقى حمام مية قدامك اهو، حمام ميه. هوريك انا الميه السخنه اللي بتغلي اهي وفوقها الوعاء بتاعها عشان البخار، لان الشوكولاته ما ينفعش تتسيح على كازارول، لازم تتسيح على حمام ميه. وادي الميه السخنه بتغلي، احط عندي كوبايتين ونص من الشوكولاته، عندي اهو شوكولاته المطبخ، واحط عليها كوبايه وربع من الزبده النيوزيلندي مكعبات كده، واخليها تسيح على حمام ميه. خدي بالك من التفاصيل اهو. يبقى ده الشغل براونيز بنعمله على الطريقة السخنة، حمام مية تحت ونبدأ نسيح واحدة واحدة. أول ما تسيح عندي أول ما تسيح كده عندك زي ما أنت شايف قدامك، أسحبها بره النار عشان ما نغيرش طعم الشوكولا ولا لون الشوكولا. يا عم موسى حبيبنا بورسعيد ومدن القناة، صباح الفل يا عم موسى. صباح الخير. صباح الرضا يا عم موسى يا غالي. عم ده منور الشاشه يا شيف حسن. صباح الفل يا غالي. منورنا. مش هتعمل لنا بقى المفتاح يا شيف حسن؟ خلاص ان شاء الله، بس الجو يشتي كده ويمطر ويمطر ونخش في طوبه وهنعملها لك من عندي قبل العندي. طيب انا مش عايز اعملها غير لما اشوفها. لا حاضر حاضر يا عم موسى حاضر. اول ما نخش في طوبه على طول هعملها لك. حاضر. تحت امرك يا عم موسى، تعليمات تؤمرني. تعالى بص على الشوكولاته، شوكولاته ساده، حطيت كوبايتين ونص وحطيت عليهم كوبايه وربع زبده نيوزيلندي وسيحتهم على حمام ميه. اول ما تسيح كده بص التركه بقى عشان ما تغيرش طعم الشوكولاته ولا لون الشوكولاته، تسحبها بره النار. خد بالك اهو عشان ما تغيرش طعم الشوكولاته ولا لون الشوكولاته، لازم تبقى تسحبها بره النار. خطواتك كلها كده قدامك اهو، تفاصيلك اهو. دوبت الشوكولاته كده كويس قوي. اروح عامله ايه؟ تعالى شوف التركه دي. بروح جايبه ثلاث بيضات واقول صباح الفل يا حاج حسين وحبايبنا في اسوان وايه والنوبه وقبل كله. السلام عليكم، ازيك يا عم حسن؟ صباح الورد وبركاته يا غالي. صباح الفل. الله ينور عليك، تسلم ايدك النهارده. ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حاج حسين يا غالي. عايزين حلقه زي حلقه يوم الخميس اللي كانت جامده جدا، اللي هي بتاعت السمك والتعبان ده. شفت كل حلقاتنا جامده. شفت التعبان وبنسلخ؟ ايوه شفت. انا سلخته ازاي انت وابنك محمد حسن الصغير؟ ايوه تحت امرك، ربنا يخليك. الله يخليك. تحت امرك يا حاج حسين، تحت امرك تحت امرك. السلام عليكم. ادي الثلاث بيضات، شويه فانيليا وشويه ملح، واروح ربى الثلاث بيضات كده زي ما انت شايف كده قدامك اهو. عشان ايه يا حسن؟ وسحبت الشوكولاته، سحبت الشوكولاته بره النار. خدي بالك من التركه دي. وتعالى بقى بص هعمل ايه. الشوكولاته ساحت والزبده وسحبتها بره النار كده ياسر، وقابلني كده انزل البيض مع الخفق المستمر عشان البيض ما يكلكعش. بسرعه 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 يا تفاصيلك. وايه تاني يا عم حسن؟ كوبايه وربع من السكر. بص التفاصيل اهو، كوبايه وربع من السكر. قول صباح الفل يا حاج ابراهيم والشرق وحبايبنا وبالبس حبايبنا. حاج ابراهيم خير يا سعاده الفاشا. صباح الشوكولاته.
ايه الجمال والرواقه دي وشوكولاتتك العسل دي؟ نهارك قشطه يا حاج ابراهيم يا غالي. يا حركاتك يا تكاتك يا حاج. يا جمالك يا حاج حسين، يا جمالك يا حاج. حاج ابراهيم، يا جمالك يا حاج ابراهيم. صباح الفل يا عم حسين. صباح الفل يا حبيبك حسن معاك. صباح الفل. نهارك قشطه يا حاج ابراهيم. تعالى بقى شوف التركه، بعد ما ضفت السكر والبيض بجيب معلقه قهوه سريعه الذوبان. بص، قهوه سريعه الذوبان واحط لها معلقه ميه. بص كده عليها اهو، قهوه سريعه الذوبان وحطيت لها ايه، معلقه من السكر. اقول صباح البحر يا ام مي. صباح الفل يا شيف، عامل ايه اخبارك؟ نهارك قشطه يا غاليه. نهارك زي الفل باسم الله. نهارك فل، تحت امرك يا غاليه ام مي. الامر لله وحده. انا كنت عايزه طريقه عمل الشركسيه. حاضر، والعندي قبل العندي. احلى شركسيه واحلى شتاء واحلى ساعه مع الشركسيه. حاضر يا فندم. حطيت ايه، معلقه القهوه سريعه الذوبان، وعشان الشوكولاته تبقى طعمها احلى معلقه كاكاو. يا تفاصيلك يا حسن، كل ده قدامك اهو. حطيت قهوه وشوكولاته وكاكاو، هو ده الطعم والتركات وحركات الشيف حسن. خدي بالك التفاصيل اهو، دخلي كل منتجاتك مع بعض على حمام الميه، ومن الحل الاخر اسحبيها بره النار جاهزه كده. حطيت الشوكولاته سيحتها، حطيت البيض والفانيليا، وحطيت السكر، وحطيت القهوه سريعه الذوبان، وحطيت الكاكاو عشان ازود طعم الشوكولاته. بص الخليط، بص الخليط. تعالى بقى شوف التركه بقى. التركه الثانيه ايه يا حسن؟ عندي كوبايه دقيق، وعندي كوبايه عين جمل اكسرها كده جواها عشان تبقى جواها عين جمل، ولسه احط لها قطع عين جمل فوق. يبقى انا حطيت كوبايه الدقيق وادي قطع العين جمل. خطواتك كده كلها مع بعض، يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده احط لها كمان ايه، نص كوبايه شوكولاته حبوب، واخدها واروح فين؟ بص التفاصيل بقى، الشوكولاته سايحه خالص اهو. هفكرك، شوكولاته ساده، وحطيت عليها زبده، وحطيت عليها بيض وسكر، وحطيت عليها قهوه، وحطيت عليها فانيليا، وحطيت عليها كاكاو. هعمل ايه يا حسن؟ هتشوفي دلوقتي هنعمل ايه. اروح جايه شايله المضرب ده بعيد عن النار، واروح حاطه الدقيق، وحاطه عين الجمل، وحاطه الشوكولاته الحبوب. واعجني اعجني يا استاذه هاجر. صباح الفل يا غاليه. صباح الخير. صباح الفل يا عروستنا يا جميل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، الحمد لله يا عروستنا. انا بحب اتابعك جدا، وحلقاتك كلها لطيفه وجميله. ده شرف ليا يا حبيبتي، ان شاء الله تكوني مستفيده من برنامجنا يا غاليه. اه والله مستفيده جدا. تحت امرك يا هاجر. الرز المعمر بس. من عندي قبل العندي، الرز المعمر سهل اقوله لك، والشركسيه اقوله لك، وكل اللي انتوا عايزينه اقوله لكم. بص التفاصيل، بص التركات، بص الخليط عامل ازاي، بص التفاصيل. كله دخل مع بعضه كده يا حسن، العين الجمل والشوكولاته الحبوب والدقيق. مفيش بيكنج باودر؟ مفيش بيكنج باودر. بص الخليط هو ده. تعالى جيب الساق. حاضر. الساق بتاعي يكون مدهون ماده دهنيه ومتبطن بورقه زبده، وفرن مظبوط، وفرن مظبوط على درجه حراره قد ايه يا عم حسن؟ 180. وعندي قطع شوكولاته شنك، وعندي قطع عين جمل. بص قطع شوكولاته ساده، وعندي قطع عين جمل. بعد ايه يا حسن؟ الاول اقلب الكلام ده واجيبه لك عشان اوريه لك. بص، وقطع عين جمل جواه، وقطع الشوكولاته جواه اهو. بص الفاجي، هو الفاجي كمان ده، الفاجي الاستيك اللي نازل ده، هو ده الفاجي، ده هو ده الفاجي اللي التفاصيل قدامك اهو، عشان تاكلي احلى براونيز في الدنيا. يا حاجه سميره يا غاليه، صباح الفل. صباح الخير يا شيف حسن. صباح الفل يا غاليه. انت وحشني جدا جدا، وربنا يبارك فيك يا رب. امين امين يا حاجه والله سميره. والله بدعي لك من قلبي والله العظيم. ربنا يخليك يا حاجه سميره، ربنا يديك على اسم الحاجه امها الله يرحمها. يا حبيبي انت، وربنا يديك الصحه ويخليك وتعمل لي احسن حاجات في الدنيا. امين امين يا رب العالمين يا رب. بس عايزه اطلب من حضرتك حاجه. تحت امرك. اطلب بس الدعاء الشفاء العاجل لحبيبي الدكتور محمد السيد. الله الله الله، اللهم اشفي الدكتور محمد السيد، وكل ناسنا ومشاهدينا يدعوا الدكتور محمد السيد. كل حبايبك يدعوا له بالشفاء العاجل. امين 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 يا رب العالمين، والناس كلها سمعانا يدعوا الدكتور محمد السيد. ربنا يشفيه ويخليه لك يا فندم، ويطلع بالسلامه. ربنا يشفيه ويطلع بالسلامه. امين 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 يا رب العالمين يا حاجه سميره. ربنا يبارك لي فيك يا شيخ حسن. ربنا يخليك، ربنا يخليه لك. تعالى بص الفادج كده ودلعني.
والشوكولا وسايحة نايحة كده ودلعني. بص التفاصيل، بص الحركات، بص التكات، فاتجي كده، فاتجي واستك، ولونها بقى شوكولاتة غامقة ليه؟ ما تنسيش ان احنا ادينا لها الكاكاو، زودنا طعم الشوكولا، ووزعيها ووزعيها كده. بص التفاصيل، وزعيه كده يا عم محمد وحبيبنا في صفة اللبن. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا عم محمد يا غالي. الورد يا ريس، نهارك قشطه يا غالي. نهارك زي الفل يا ريس، ربنا يبارك لك ويما بين ايديك. امين يا رب العالمين يا رب. ربنا يديك الصحه يا شيف حسن. امين يا رب العالمين. والله دايما بنتعلم منك كل حاجه حلوه. ده شرف لينا وتاج فوق دماغنا. اتعلمنا منك الصح وكل حاجه حلوه في الدنيا كلها. دي بالدنيا كلها يا عم محمد. ربنا يديك الصحه ويبارك لك. امين يا رب العالمين يا رب. الله يخليك يا شيف حسن. صباح الفل يا حاج محمد. صباح الورد. انت بتشتغل في المهنه يا عم محمد؟ اه يا ريس. يا حاج شغال في قسم ايه؟ جارد من جي. دي احلى تحيات واحلى ناس واحلى ناس ارتست واحلى ناس دكتور واحلى صوصات في الدنيا. ربنا يديك الصحه رب. يا رب. ها؟ عرفت ازاي؟ من الصوت وان هو راجل مهني. من صوت. تعالى بص كده بقى، بعد ما وزعت البراونيز اديها كمان فوق قطع عين جمل. ودلعني كده في كل حته. ما عندكيش عين جمل؟ حطيها ساده، ما عندكيش ساده حطي شويه سوداني. قدامك وقفي، امكانياتك انا بعمل لك الصح والباقي. وبعد كده شوكولاته شانك، قطع شوكولاته شانك ده ساده. يا جمالك يا حسن، يا تفاصيلك يا تفاصيلك قدامك اهو. انتوا يمكن انا بعمل لك، انا بعمل لك الصح، خدي وظفي الفكره زي ما انت عايز. بالظبط كده اهو، تمام كده. تعالى فرني يا جمالك، تعالى معايا بقى. درجة حرارة 180، 35 دقيقة. مين معانا؟ صباح الفل يا أستاذة شروق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالية. كنا أكلم الشيخ حسن. أه معاكي حسن، أنت على الهوا معاكي حسن. إزاي حضرتك؟ صباح الفل يا غالية. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك وكل سادة مشاهدينا طيبين يا حبيبتي. ربنا يدي لك الصحة وطول العمر يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. تحت امرك يا عروستنا. تسلم ايد حضرتك على كل اللي بتعمله. صباح الفل يا غالية. تحت امرك. حطيت كوباية وربع من الزبدة على كوبايتين من السكر عشان اعمل شوكولاتة بارادايس. بصي بقى التفاصيل. ونعمي، نعمي الزبدة مع السكر. خدي بالك، الزبدة ربع كيلو و400 جرام سكر. حطيت هنا اهو أربع بيضات. خطواتك كده اهو، خلي المضرب. أربع بيضات، خطواتك كده كلها، وشوية فانيليا، وربيهم مع بعض على ما أعمل البسكوت بتاعها. بولة كبيرة يا حسن البسكوت. وأدي لها شوية فانيليا يا ياسر. وأدي السكر أنعمه مع الزبدة كويس قوي. يا مريم يا مريوم، صباح الفل. مريوم. ألو. صباح الفل يا مريوم يا غالية. صباح النور يا شيخ حسن. نهارك قشطة عروستنا يا جميل. أنا بحبك قوي. وأنا بموت فيك يا مريوم، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بولا. تحت أمرك يا مريوم. يا مريوم. صباح الفل يا حبيبة قلبي. بجيب بسكوت يا ياسر، بحطه في كيس كده عشان أعمل القعدة بتاع الإيه؟ البارادايس. البراونيز، شغل براونيز في الفرن. اما اللي احنا شغالين ده شوكولاته ايه؟ برادايس. ادي البسكوت اهو، وبجيب عندي النشابه بتاعتي. شكرا. واطحنه، والعجان فيه الزبده والسكر والبيض والفانيليا. قدامك التفاصيل اهو. يا ام احمد يا غاليه، صباح الفل يا ام احمد. صباح. امبارح عايز اتكلم عن ايه؟ صباح الفل. صباح الخط بيقطع يا ام احمد. حاول اتصلي بينا يا ام احمد. مشكله من عندك يا ام احمد يا غاليه. حاول اتصلي بينا يا حبيبتي. اجيب الجناب بتاع الزبده اللي السكر والبيض والفانيليا. خد بالك اهو عشان تبقى كريمي. واحده واحده. يبقى انا حطيت كوبايه وربع. يا عم ابراهيم صباح الفل. حاج ابراهيم. انا شيف حسن. صباح الفل يا ابراهيم. صباح النور. تحت امرك يا غالي. انا بحبك انا والله، بتفرج عليك كل شيء. ده شرف ليا يا ابراهيم، وربنا يخليك ليا وتكون مستفيد من برنامجي يا حبيبي.
اه والله ده مو تيتا بيعمل لنا الاكل كل يوم وبيطلع حلو جدا. سلمنا عليهم وبص لايدين تيتا وقول لها شوف حسن بيقول لك ادعي له. ماشي يا شوف حسن. تحت امرك يا ابراهيم يا غالي. تعالى بص الباودر بقى خالص، البسكوت بقى باودر. تمام كده، اروح جايه واخده حاطاه في وعاء زي ده كده. بص التفاصيل اهو، باودر اهو، باودر كده اهو، بسكوت مطحون واحط له سوداني باودر، سوداني بقى، وادخلهم مع بعض كده. وايه تاني يا حسن؟ تاني معلقتين زبده سايحه اهو، معلقتين زبده سايحه. يا تفاصيلك يا سوق. وايه تاني؟ خطواتك كده واقلبهم مع بعض، والعجان فيه الزبده والسكر والبيض والفانيليا. اعمل ايه؟ ابسها كده عشان ادخل الزبده مع البسكوت ومع السوداني الباودر. بص بسيها بسيها. حطيت الزبده ليه؟ هتعرفي ليه دلوقتي. اجيب الصاج بتاعي احط فيه البسكوت ده كده وافرده كده. مين يا فندم؟ يا ام كريم وحبايبنا في الاقصر. ازيك يا حسن؟ صباح الفل يا ام كريم. اخبارك ايه؟ كل بون يا ام كريم يا غاليه. الحمد لله. احنا مش عارفين نشكرك عليه ولا ايه؟ الشكر لربنا يا هانم. الله يخليك. انا عايزه اقدم تهنئه بس عشان عيد ميلاد ضحى بنتي من كام يوم كان، وبتصل بحضرتك بقى مش بوصل لك. يا ضحى، ماما بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا ضحى من ماما، وكل سنه وانت طيبه يا ضحى من برنامج اكلات وتكات شيف حسن، وربنا يخليك لبابا وماما ولعيلتك ويخليهم ليك يا حبيبتي. واحلى تحيه لضحى يا حاج. بص اكبسي، بص اكبس كده، اكبس كده اهو كويس، باي حاجه، باي كعب كوبايه عندك، باي حاجه اكبسي، ما تقفيش ما تقفيش على حاجه. بعد ما كبست كده تعالى نظبط بقى الايه، الحرف. بص الحرف كده ظبطيه كده ونشيل الزيادات. اه نشيل الزيادات. مين يا فندم؟ يا عم اسلام وحبايبنا في الغربيه والمحله. انا شوف حسن. صباح الفل يا استاذنا يا غالي. ازيك يا شوف حسن؟ كل بونو يا عم اسلام يا غالي. إيه لو سمحت يا شوف حسن، انا كنت عايز اعمل برقيه تهنئه لياسين ابني عيد ميلاده. ياسين؟ اه. وكنت عايز اعمل برضو اهني زوجتي بان هي واقفه جنبي في ازمتي اصابتي بكورونا وما رضتش تسيب البيت، وهي فضلت قاعده معايا. ما هي دي الست المصريه. ايوه يا فندم. هي دي الست المصريه الاصيله. احلى تحيه لمدام اسمها ايه؟ بسمه. يا احلى تحيه لمدام بسمه من حضرتك وبرنامجنا وكل الناس المحترمين والستات المحترمين. واحلى تحيه، احلى تحيه للاستاذه بسمه وابن حضرتك اسلام، ربنا يخليه لك والف سلام عليك. الحمد لله ربنا كرمك ولا لسه؟ الحمد لله. ربنا يشفيك يا رب يا رب يا رب يا رب. صباح الفل يا غالي. بص الطبقه من البسكوت اهي، تمام كده عشان تشمع. تعالى لي بقى عشان تشمع. نروح فين؟ حطها في الثلاجه. تعمل ايه في الثلاجه؟ الثلاجه عند عند الزبده بتاعتي تشم درجه التبريد تجمد مع البسكوت. صباح الفل يا استاذ اسماء وحبايبنا في الفيوم. صباح الفل يا غاليه. صباح النور. تحت امرك يا غاليه. لو سمحت انا عايزه طريقه الجاتوه. احلى جاتوه، اقطع لي دي بسرعه وتسكينا حتت صغيره. احلى جاتوه حاضر من عندي قبل العند. تعالى بص كده شوف التفاصيل. الزبده نعمت مع السكر والبيض والفانيليا، بقت كريمي كده. بص قدامك اهو بقت كريمي. بص بقت كريمي اهي، كريمي. يا تفاصيلك يا السور. اعمل ايه بقى؟ اروح مغيره السلاح ده. السلاح ده نعمت بيه الزبده والسكر والبيض والفانيليا، لكن عشان اعجن، عشان اعجن ادي حطيت العجان. يا ام يوسف وصباح البحر وحبايبنا في اسكندريه. صباح الحلويات يا شيخ حسن. والتركات والحركات وحركاتك التكاتك يا شيخ حسن. يا جمالك يا ام يوسف يا غاليه وحبايبنا في اسكندريه. زي الفل بصراحه. الحلويات الحلوه دي من اجل اسعادكم جميعا عشان الدفى. الله يخليك يا رب، الله يكرمك يا رب. تحت امرك يا ام يوسف. الله يخليك. انا بس بصبح عليك وبقول لك ما تنساش الحجازيه يا شيخ حسن. من عندي قبل عندي يا ام يوسف وصباح البحر وحبايبنا في اسكندريه. الله يخليك. صباح الفل. صباح على ام مروان جارتي بالله عليك. احلى تحيه ام مروان من حضرتك يا ام يوسف وبرنامج اكلات وتكات شيخ حسن، وربنا يديم المعروف بين الجيران وبعضها. تعالى نحط
تعالى بص نعمل ايه. عندي دقيق وعندي سوداني وعندي جوز هند وعندي جوز هند مبشور. بص جوز هند مبشور اهو، بص كده جوز هند مبشور. وعندي قطع شوكولاته بيضة، خدت بالك انا في البراونيز حطيت قطع شوكولاته ايه غامقه وحطيت ايه عين جمل. هنا سوداني او بندق للبرادايس، سوداني او بندق مع جوز. احط هنا سنه ملح، خد بالك اهو سنه ملح، واحط عليها السوداني او بندق، واحط عليها جوز هند كمان، الجوز هند المبشور، واحط عليها كمان ايه قطع شوكولاته بيضاء يا حسن. يا استاذه اشجان وحبايبنا في الامارات العربيه المتحده، صباح الفل. ازيك ازيك يا شيخ حسن، صباح الخير. صباح الرضا يا استاذه اشجان وحبايبنا كلهم في الامارات. استاذه اشجان تسلم، ميرسي قوي. صباح الفل يا هانم، امورين يا هانم. استاذه اشجان الخط بيقطع من عندك؟ لا هو بس الصوت بيطول عقبال ما بسمع ما بتجيلي صوتك. اتفضلي اتفضلي يا استاذه اشجان، اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا استاذه اشجان. هو بس انا كنت عايزه طريقه السينابون، وعايزه طريقه الرز المعمر. احلى رز معمر واحلى سينابون من عندي قبل العندي يا فندم. وتحيه لكل شعب الامارات والمصريين اللي عايشين في الامارات واختي فاطمه وبنتها طبعا، احلى تحيه. شكرا ميرسي. يبقى انا هنا عندي، شكرا يا فندم. تعال زي ما انت شايف انا دخلت في الفرن على درجه حراره 180 شغل براونز، وبعلق على شغل البرادايس. شغل البرادايس عملت بسكوت وزبده والسوداني باودر، حطيتهم فين؟ في الثلاجه يجمدوا. وحطيت هنا زبده وسكر وبيض وفانيليا، وحطيت هنا دقيق، وحطيت عليه كمان سنه ملح، وحطيت سوداني او بندق، وحطيت جوز هند مبشور، وقطع شوكولاته بيضه. بص كده ياسر، قطع شوكولاته بيضه. واعمل ايه؟ كل مع بعض اروح جاي واخدهم كده اهو، وادي الشوك براونيز بتفاصيله. تعالى بص هنا اهو، حط الحاجات دي كلها على الزبده والسكر والبيض، واعجني اعجني اعجني اعجني. هنعمل ايه؟ عندي الصاج اللي انا اديت فيه بسكوت دخلته الثلاجه، هعمل ايه؟ هفرده فيه، لكن التريكات والحركات لا ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان شيتاكي عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالوا نعمل مع بعض شوكولاته براونيز وندخله الفرن على درجه حراره 180 35 دقيقه، ونعمل شوكولاته بارادايس ونجيب الصاج اللي كان فيه البسكوته اللي في الثلاجه فردنا عليه الخليط. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. بص براونيز عامل ازاي، قطع العين جمل سايحه 50% وزي ما هي 50%، وادي البرادايس. عندي البرادايس انا اديت للبراونيز شوكولاته شانك دارك. تعال اما احط شوكولاته شانك بيضه، قطع كده اهو بيضه عشان تدلعي زي ما انت عايز. حط شوكولاته في كل حته، عندك بندق حطي، عندك سوداني حطي، يعني جوه وبره جوه وبره زي ما انت شايف كده، كل تفاصيلك كده قدامك جوه وبره. يا حاجة فردوس وحبايبنا في دمنهور، صباح الخير يا شيخ حسن، أخبارك إيه؟ صباح الفل يا عروستنا. إيه البراونيز الحلو ده يا شيخ حسن؟ سلم إيديك. عشان الشتاء والسقعة، قطعة منه قطعة منه قطعة منه مع مشروب دافي بالليل، يا تركاتك يا حركاتك يا شيخ حسن. آه والله يا تركاتك يا حركاتك، بس أنا عايز عجينة السكر. حاضر، عجينة السكر كوبايتين سكر بودرة، خدي بالك أهو اكتبي معايا بقى. كوبايتين من سكر بودرة منخول، وعليهم معلقة نشا. وعليهم واحد ابيض بيض ومعلقه عسل كلوكوز، كوبايتين سكر بودره منخولين، معلقه نشا، وواحد ابيض بيض ومعلقه عسل كلوكوز، واعجنيهم على ايدك او في المكنه، اديهم اللون اللي انت عايزاه واللي فيهم في كيس بلاستيك وتسيبيهم ساعه، وبعد كده افردي فوقهم نشا وتحتهم نشا وافرديهم زي ما انت عايز، يا تريكاتك. كده فرني اللي فيه البراونز على درجه حراره، تعال اشوف بقى الشوكولاته وهي سايحه نايحه. بص بص التفاصيل. تعال حط البرادايس. مين يا فندم؟ مين؟ يا ام سيف صباح الفل يا ام سيف. صباح
معلش حضرتك انا اول مره اتصل ببرنامج، بس انا كنت عايزه ابعت من خلال حضرتك مناشده، ممكن ينفع؟ تحت امرك اتفضلي. عايزه ايه من سامع؟ ابن عمي محتاجه ايه حضرتك يا ام سيف؟ يا ام سيف حاولي اتصلي بينا يا ام سيف. زي ما انت شايف اجيب 5 بيضات واكسرهم كده قدامك، واديهم سنه فانيليا، واديهم في المكنه وتكون ناشفه ونضيفه، واحط لهم كمان 2 كوباية سكر، واروح جايه ممكساهم على السرعه الاولى. تمام كده؟ يبقى عندي الخمس بيضات وسنه فانيليا و2 كوباية سكر على السرعه الاولى، ادوب السكر مع البيض الاول، وعندي 1.5 كوباية من الدقيق، اديها معلقتين، اديها معلقتين كاكاو، 2 كوباية من الدقيق، ادي 1.5 كوباية من الدقيق ومعلقتين كاكاو وسنه بيكنج باودر وسنه ملح. يا ام محمد وحبايبنا في المنيا، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا هانم. ازي حضرتك؟ كل بون يا هانم، تحت امرك. حضرتك ايه؟ تسلم ايدك على اللي انت بتعمله. ربنا يخليك يا غاليه، ربنا يخليك يا غاليه. ايه عايز اعرف طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. هقول لك المكرونه بالبشاميل، وهنقول لك دلوقتي الطاجن الرز المعمر، وهنقول لك دلوقتي كمان السينابون، وكمان هنعمل كمان الشركسيه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. اول حاجه واحنا شغالين دلوقتي بنعمل الفادج، عشان نعمل اول حاجه طاجن الرز المعمر، انا بجيب 5 كوبايات من اللبن، وبديهم 1 كوباية كريمه طهي، وبديهم 1 كوباية رز، وبنقعهم فيها لمده 3-4 ساعات، يبقى 5 كوبايات لبن و1 كوباية كريمه طهي، واحط فيها 1 كوباية رز، وانقعهم 3-4 ساعات، 5 ساعات براحتك خالص. وبعد كده برفعهم على النار واقعد اقلب فيهم، اقلب فيهم، اقلب فيهم لحد ما يخرطوا. اول ما يخرطوا بدي لهم 1 كوباية سكر وذره فانيليا، واروح صباهم في الطاجن يكون سخن، واروح دهناه بسمنه او بزبده من فوق او شويه كريمه، وادخله الفرن على درجه حراره 160 لمده 45 دقيقه، يطلع معاكي مرمل ويا جماله يا حركاته الرز المعمر الحلو. اما السينابون ارفع هنا البيض والفانيليا والسكر، بعد ما داب السكر عندي خالص ارفعي 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 ارفعي. وبعد كده يا عم حسن عشان اعمل عجينه السينابون بجيب دقيق جميع الاستعمالات نمره 1، وبدي له 1.5 معلقة من الخميره الفوريه، ونص معلقه محسن خبز وشويه خل، معلقتين لبن بودره، معلقتين سكر بودره، معلقتين سكر بني، وبدي له كمان 1/2 كوباية زبده و2 عدد بيض، وبدي له 1/2 كوباية نص كميه الدقيق ميه، مع مراعاه اشيل كمان 1/2 كوباية ميه من الميه عشان الاثنين عدد بيض. اعجنه كويس قوي في العجان، واخد العجينه دي واحطها في كيس كبير واحطها في الثلاجه لو قعدت ليله احسن. وبعد كده بفردها على الرخامه بسمك 0.5 سم، وانضف منها الايه؟ الدقيق، وافرد عليها زبده نيوزيلندي ناعمه كريمي، واحط عليها سكر، واحط عليها قرفه، والفها رول، واقطعها وارصها جنب بعض في صاج مدهون مدى دونيه، واحطها في مكان جيد الاغلاق تتخمر، بعد ما تتخمر بدخلها الفرن تتخبز، وبعد كده اعمل لها صوص جبنه او صوص كراميل او صوص شوكولا. صوص الجبنه عباره عن ايه؟ جبنه كريمي ولبن مكثف وسكر بودره وزبده وعصير ليمون وبشر ليمون، اقلبهم مع بعض على النار يبقوا جاهزين. اما الكراميل بحط 1 كوباية سكر، وبحط 2 معلقة ميه يتحرقوا، بنزل عليهم 1/2 كوباية بندق متحمص متقشر، وبعديها بطعمها بزبده او بطعمها بفريش كريم، واخد كبشه من جبنه من صوص الجبنه احطها على الكراميل، صوص الشوكولاته 1 كوباية سكر و2 معلقة ميه، وبعد اللي ما يعمل كراميل بديلها كريمه وبديلها شوكولاته وبديلها كمان شويه زبده عليها تل اللمعه، وببطن يا اما بصوص كراميل لتيس جبنه او بصوص شوكولاته. تعالى واحنا بنعمل الفادج نقول كمان طاجن المكرونه بشاميل، ونعمل كمان ايه يا عم حسن؟ الشركسيه. يبقى عندك الصاج ده بتاع الفادج، جبت الصاج بتاعي ودهنته ماده دهنيه وبطنته زي ما انت شايف كده قدامك. نعم عندي البيض، بص علي البيض والسكر والفانيليا، عندي 1 كوباية من الزيت الذره و1 كوباية ميه دافيه، بس بعد ما الخمس بيضات وكوبايه السكر 2 كوباية السكر وذره الفانيليا عليوا كده، اروح جايه، خد بالك بقى من التركه دي، احط الدقيق اللي فيه الكاكاو واللي فيه البيكنج باودر والملح كده اهو، واشغله على السرعه الاولى. هتعمل ايه حسن؟ هتعمل ايه حسن؟ الكلام ده هيتقل اهو، هيتقل اهو. ايه اللي هيحله يا عم حسن؟ بص اهو هنا 1 كوباية الزيت، احط عليها كمان 1 كوباية ميه دافيه، 1 كوباية ميه دافيه، 1 كوباية الزيت احط عليها 1 كوباية ميه دافيه، تمام، واضيفهم احل بيهم. بص الخليط ده تقل ازاي، تعالى نزلي كده واحده واحده وعلي عليها عشان تحليها. قول يا ام عمار صباح الفل.
صباح الخير يا شيف حسن. صباح الرضا يا ام عمار يا غاليه. ازاي حضرتك؟ كله بونو يا هانم. كله بونو. عايزه بعد اذن حضرتك عايزه اعرف طريقه الدونت. احلى دونت حالا من عندي قبل العند يا ام عمار. وعمار كان عايز يسلم على حضرتك. ادهوني ربنا يخليهولك ويطرح لك فيه البركه يا عمار. يا عمار كلم الشيف حسن. صباح الفل يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عمار، ربنا يكرمك يا ابني ويطرح فيك البركه لاهلك والناس كلها يا حبيبي. ازيك يا شيف حسن عامل ايه؟ انت عامل ايه يا عمار ربنا يخليك ليا؟ انت منين؟ الحمد لله. انت منين يا عمار؟ تعال اكلم راي اختي. انت في سنه كام يا عمار؟ انا في سنه تالته من القاهره. بسم الله ما شاء الله بالتوفيق يا عمار، وتنجح وتبقى قد الدنيا ان شاء الله، وبابا وماما وعيلتك يفرحوا بيك يا عمار. ممكن اكلم راي اختي؟ اديني رؤية. يا رؤية. الو. صباح الفل يا رؤية، نهارك قشطه يا حبيبتي. تحت امرك يا رؤية. عامل ايه؟ زي الفل بنفسك يا حبيبتي، ربنا يخليك لبابا وماما ولاهلك يا حبيبتي. عايز اعرف طريقه الدونت. من عندي قبل عندي هقول لكم الدونت بعد ما اقول دوله الشركسيه وتاجر المكرونه. حاضر، وقفي مع ماما سعديه انت واخوك عمار. الخليط بص بقى عامل ازاي، انسيابي، خليط انسيابي، يعني مش هيهبط. هيهبط ازاي وفيه ميه وفيه زيت؟ مش هيهبط. تمام كده اهو. نعم كده خلاص، اروح جايبه كده الخليط ده عشان اصبه في الصاج اللي انا مبطناه بورقه زبده، وانا شغاله كده اقول مكرونه بشاميل. بتجيبي مكرونه قلم وبتسلقيها في ميه سخنه، بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت حسب الطاجن، البايركس كبير او صغير، كيس او كيسين، تسع دقائق في ميه سخنه بتغلي وتركنيها وتصفيها، اوعي تشطفيها. بعد كده بتعصجي لحمه، ماده دهنيه، بتدي معلقه، بتدي بصلايه صغيره، بتدي اللحمه، معلقه صلصه، طماطم مبشوره، ملح وفلفل وبهار وشويه سكر وسقساء ميه، وتسيبيها تخرز على النار تعمل ايه؟ خرز جميل، وتتسبك، وبعد كده تعملي بشاميل، ثلاث معالق زبده او سمنه، ثلاث معالق دي، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، مكعب مرق، يحوريهم على النار ياخدوا لون دهبي فاتح، تنزلي عليهم بست كوبايات لبن دافين وتقلبيه لحد ما يربط البشاميل. المكرونه اتسلقت، اللحمه اتعصجت، البشاميل اتعمل. عندك جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر، هتاخدي شويه من البشاميل تقلبيهم في المكرونه وتفرديها مع بعض، وتدي عليها صوص بشاميل وجبنه، وتحط الحشو وتفرديه، تحط عليه صوص بشاميل وجبنه وتفرديه، وبقيه المكرونه تحطيها وتكبسيها وتسقيها بالبشاميل الانسيابي، وتدخليها الفرن بعد ما تحط عليها جبنه موتزاريلا من فوق على درجه حراره 225 دقيقه. مين معانا؟ يا عم محمد. صباح الفل يا عم محمد وحبيبه بني سويف. عم محمد صباح الفل يا غالي. الحمد لله. بعد انك كنت عايز ابعت تهنئه لاخويا اسمه عبد الله عشان عيد ميلاده النهارده. يا عبد الله احلى عيد ميلاد من اخوك محمد، بيقول لك كل سنه وانت طيب وربنا يخليكم لبعض، وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن بيقول لك يا عبد الله كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يا جمال ويا حركات، بص الخياليت انسيابي ازاي، هو ده التركات والحركات. انفي الزيت والميه، وزعي 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 وزعي. خبطتين عشان ما يكونش معيش ويكون فيه ميه. تعالى البراونيز بيقول ايه؟ والبرادايس بيقول ايه؟ يا ريحة بيتك، الشوايات، مدير شوايات قد الدنيا. رئيس قسم الشوايات. يا جماله. ايوه. هينفع. يا جمالك 180 35 دقيقة بعد ما يطلع، بعد ما يطلع ويبرد عندك جناش اديله جناش، عندك صوص شوكولاته اديله صوص شوكولاته. اهم حاجه تعملي حاجه من ثلاث حاجات في ايام الشتاء الساقعه دي، وتقدميها مع مشروب دافي لعيالك يسعدوا بيها. يا ام انس صباح الفل لكل حبايبنا في اسوان. يا ام انس ازيك يا شيف حسن؟ ازاي صحتك يا ام انس يا غاليه؟ ازاي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا والله ان انا بكلم حضرتك. ده شرف لينا يا ام انس، وتكفوق دماغنا من فوق يا هانم. والله انت زي والدي والله، وبحب حضرتك جدا والله. ده شرف ليا وتكفوق دماغي من فوق والله يا ام انس. تسلم يا شيف، انا حبيت اطبقها عليك والله. صباح الفل وصباح الدفء وصباح حبايبنا في اسوان وفي قبلي وفي النوبه كلها. اما بقى عملت الطاجن المكرونه ودخلت الفرن على درجه حراره 235 دقيقه بعد ما ياخد نفسه كده ويطلع، قطعيه خرط ووديه للعيال. اما عشان نعمل الشركسيه بقى بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، بعمل ايه يا عم حسن؟ بجيب فرخه كبيره وزنها كيلو 200، بدعكها بره وجوه ملح خشن وفلفل ودقيق خل كويس قوي مره واثنين وثلاثه واربعه، واشطفها
وانقحها في ميه فيها محلول ملحي عباره عن تلج وميه عصير ليمون خل ملح خشن عشان اي زفاره اقتلها فيها خالص، واصفيها واحط على النار ميه سخنه بتغلي فيها مستكه وفيها حبهان وفيها عود كرات وعود كرفس، واسيبها تتسلق وتركز قوي 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 عشان ايه يا عم حسن؟ عشان تطلع لي شوربه مركزه 100 100، واهري كمان الفرخه تبقى مهريه، شيل منها العظم كده تنزل منها خلاص النساير كلها زي الفل. عملت شوربه مركزه، تعالي مع بعض ناخد قد ايه، 2.5 كوباية من الشوربه، واحط عليهم 2.5 كوباية لبن رايب واقلبهم مع بعض، وارفع على النار 3 معالق من الزبده و3 معالق من الدقيق، احمصهم وملح وفلفل ومكعب مرق وشويه بهار، وانزل عليهم بالشوربه المركزه وانزل عليهم باللبن الرايب اللي انا قلبتهم مع بعض. عندك كمان خبز، لابواب خبز او توست، تاخد التوست تقطعيه مكعبات صغيره وتدي له شويه من الشوربه او شويه من اللبن الرايب يدوب، وتنزلي عليه وتقلبي لحد ما يعمل ايه الخلطه بتاعته. وفي نفس الوقت تعملي شويه رز ابيض وتسقيه بيها وتحطيه في ريش الفراخ وتعملها شويه صوص احمر وتدقيهم شويه دقه من فوق بتفاصيل وتريكات وحركات الشيف حسن. يا ام محمد صباح، يا عم محمد صباح الفل. صباح الفل يا شيف حسن، نهارك قشطه يا عم محمد يا غالي. والله وحشت يا شيف حسن. وانت اكتر يا غالي. الله يخليك يا تحيه لكل حبايبنا في الفيوم. يسلم يا باشا. أمرني يا عم محمد. نبي لو سمحت طريقه الحمام الفريك. الحمام بالفريك، الحمام بالفريك زي الحمام بالرز بالظبط. بنعمل بس اهم حاجه شويه النعناع فيهم. بنجيب الفريك وبننقعه لمده ربع ساعه. بحط على النار ماده دهنيه وبحط بصلايه، باخد الفريك بحوره وبديله ملح وفلفل وشويه نعناع وبديله نص كميه الفريك ميه، ويا دوبك اشربهم على النار. بعد ما اشربهم على النار بفردهم، عندك شويه كمان شويه قرفه، حط له شويه قرفه وافرده يبرد. وبعد كده اخد الحمام، اهم حاجه تورقه من صدره، بتفصل الجلد عن الصدر عنها خالص من عند الفرارجي وانت بتشتريه، تغسله في المحلول المائي بتاع الفراخ اللي فيه ميه وفيه تلج وفيه عصير ليمون وخل وملح خشن كويس جدا جدا. وبعد كده بتجيب شويه ملح مع شويه قرفه وبتمشي في تحت الجلد وبين اللحم وبعده تتبلهم فيها، وميه بصل وميه طماطم وشويه ملح وفلفل وبهار تتبلهم من جوه بيه وتدعكهم بيه، وتاخد تحشي الفريك الاول في الصدر وتوزعه وتعمل حساب التسويه، وبعد كده تحشيه من جوه وتقفله كويس جدا وتحط ميه سخنه بتغلي على النار فيها بصله وعود كرات وعود كرفس، ويتسلقوا لمده ساعه. بعد كده بتدهنهم بسمنه ومعلقه زيت وبتدخلهم الفرن. وبالهنا والشفا يا عم محمد، التركات والحركات لا ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان شيتاكي عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالى نعمل شوكولاته براونز او نعمل شوكولاته برادايز او نعمل شوكولاته فادج، احتاري واختاري في 3 اصناف زي ما انت شايفه، تقطعيه مثلثات البراونز او البرادايز تقطعيه مربعات او تقطعيه هرمي زي ما انت عايزه. اما الفادج تعالى بص عليه كده، طبقه الفادج من هنا اهو، وحاطين عليه فوق شوكولاته جناش اللي هو شوكولاته البطرمان. بص شوكولاته الفادج عامله زي الطبقه، وعليه شوكولاته البطرمان اللي هو شوكولاته الجناش. بص التفاصيل، وقطعيه مربع، قطعيه مثلث، قطعيه ساده من غير ما تحط له شوكولاته شوكولاته الجناش زي ما انت عايزه. تعالى بص على الشوكولاته هي برادايس، شوكولاته برادايس عامل ازاي، قطعه لك مثلث وجواه قطع المكسرات وقطع الشوكولاته وجوز الهند الحوافر. وتعالى بص عليه كده من عند الحاج عصام، تعالى بص على ده مربع ده عامل ازاي، تعالى بص على المربع عامل ازاي، بص التفاصيل وقطع المكسرات فوق وقطع الشوكولاته. وعيش يا عم ياسر، وعايش كل ساده مشاهدينا. We'll be right back.
اختاري واختاري، تقدري تقدميه دافي مع مشروب بارد او تدخليه الميكروويف تقطعيه مربعات وتدخليه الميكروويف 20 ثانية وتقدمي مع ايس كريم، او تقدمي تدخليه الميكروويف 20 ثانية وتقدميه مع ايس كريم فانيليا، او تدخليه الميكروويف 20 ثانية وتقدميه مع ايس كريم فانيليا مع صوص شوكولا. بعد ما عملت لك الشوكولاته براونيز بتفاصيله والشوكولاته بارادايس بحركاته والشوكولاته فادج بكل تكاته، بنشكر كل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم شيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه. من واحده لاثنين هتروحوا فين؟ حركات تكات اكاديميه هنا مش في اي حته تانية. انتظروني.